زي ما شفنا في التقرير، لقاء مهم بطموحات مختلفة للفرقتين وللاثنين مديرين فنيين. كابتن اسماعيل، ده لقاء قبل الفنيات وقبل الكورة قبل أي حاجة، لقاء معنويات يعني طبعا. فرقة محبطة وفرقة كسبانة للاتحاد والمصري، مهم جدا، كويس مهم جدا، لأن طبعا اسم كم في وضع صعب جدا، خصوصا بعد فوز المقصة وبعد عنه بنقطتين، وهو ترتيبه آخر الجدول. هو طبعا نرجع لبداية الموسم كريم، يعني بداية الموسم كان البنى بتاع الفرقة مش مظبوط، يعني حاول الكابتن علاء ان هو يرمم اداء الفريق في يناير، وضم لعيبة كويسة جدا، فراس بن عافية وطرابولسي واوفا ومتعب وعماد مايوب، عنده لعيبة، فالاداء اتغير شوية بس ما زال ان هو عنده مشكلة في الجزء الدفاعي، لان الجزء الدفاعي داخل فيه 31 هدف، ولسه الطبعه التكتيكيه بتاعت كابتن علاء يعني ما راحتش للفريق. او كابتن علاء معروف في كل الانديه اللي هو بيمرنها ان هو بيلعب مدرب دفاعي وبيقفل وبيستغل الهجمات المرتده، بيبقى عنده عنصر او عنصرين يقدر ان هو يستغل بيهم. احسن مثل لده مع الداخليه، مع الداخليه طبعا، واسوان، ومع اسوان برضو عمل مباريات عاليه لغايه دلوقتي لسه، يعني ولا هو قادر يهاجم ولا هو قادر يدافع، الموضوع عنده لسه مش يعني ما وصلش لمرحله الكمال بالنسبه له. لكن النهارده مباراه مهمه، لان خلي بالك ان استرن عنده 6 مباريات، يعني انا كنت قبل الفصل بتكلم معاك، عنده اللي جايين، يعني عنده الاهلي وفيوتشر وبيراميدز والجونه في الجونه والمقصه اللي بتنافسه على المركز وفاركو، يعني ناقص ريال مدريد بقى وشو يعني جدول بالنسبه له. حملت كمان حضرتك في الاتحاد والمصري، يعني بعدها المصري والزمالك، يعني عنده مباريات صعبه، فيهمه جدا النهارده 3 نقاط من فرقه جايه منتشيه، عبد الحميد مسيوني عنده عناصر، وده البونه برضو اللي بناه احمد سامي طبعا، اللي احنا بنشكره طبعا، عامل فرقه محترمه جدا، لان عنده مجموعه لعيبه من افضل المجموعه اللي بتلعب في الجزء الامامي على مستوى عبد الكبير الوادي وصديق اجوله ومروان وحسين فيصل وحمدي علاء اللي هو عرم نادي الزمالك، بيلعب في نص الملعب ولاعيب كويس وبيزيد، يعني عنده توليفه تشجعه ان هو يبرز كل طاقاته الهجوميه. فالنهارده عنده مشكله في الجزئيه دي، لو لعب بطريقه كابتن علاء الطريقه المفتوحه اللي لعب بيها الفتره اللي فاتت هتبقى فيه مشكله عنده كبيره جدا، لان هجوم سموحه قوي جدا بالظبط كده.